بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي هوريكم ازاي نسطب نسخة الجيربر فيرجن 9. اول حاجة بتأكد منها ان نسخة الويندوز اللي عندي على الجهاز هي 32 بت. بخش على ماي كمبيوتر واعمل بروبيرتيز واخش على السيستم تايب، هنا يقول لي انها 32. اوكي هبدأ اقفل واخش على البرنامج. البرنامج عندي اهو نسخة جيربر 9، بفتح كده نسخة. اول حاجة عندي اكيو مارك، بخش جواها والاقي عندي من تحت سيت اب، بضغط عليها واخش بقى ابدا خطوه خطوه مع البرنامج يس وامشي معاه واحده واحده. بيقول لي طبعا انا عشان النسخه عندي على الكمبيوتر، فبيقول لي ان النسخه عندك انت عايز تسطبها تاني، فبقول له اه. طبعا في حاجات هتظهر عندي سوري مش هتظهر عندي هنا عشان انا مسطب النسخه، هتظهر مع حضراتكم لو اي حد بيسطب لاول مره. هيجيب لك صفحه طويله كده في اخرها اكسبت، هتضغط عليها. دي مش هتظهر عندي دلوقتي يعني. برضو في الكراك، وانت بتضيف الكراك هيجي يقول لك انستول ولا نوت انستول، انستول على الظروف دي تقول له انستول على الظروف دي، هيكرر لك الرساله دي 3 مرات. اوكي تبقى ماشي معاه 3 مرات انستول على الظروف دي. ده في اخر خطوة خالص اللي هي الكراك، برضو لما نيجي عندها هقول لحضراتكم عليه. يفضل طبعا ان انا وانا شغال ببقى قافل نسخة الانتي فايروس. نقول له اوكي. خلصت انا كده اول مرحلة اللي هي الاكيو مارك. هقفلها اخش على المرحلة اللي بعديها، هرجع بقى لنسخة جيربر 9. تاني حاجة هيكون عندي اسمها الاكيو نيست. الاكيو نيست دي اللي هي التعشيق الاوتوماتيك. انا بقول لجيربر بدل ما انا اقعد اعشق الماركر بقول له لا اعشق لي الماركر ده في دقيقة واحدة عشان خاطر اشوف اللي بعده عشان هنجز وقتي يعني. هنسطب برضو التعشيق الاوتوماتيك.
نكست يس نكست نكست. هنا الحتة دي مهمة، هاجي بقى اختار تاني ايقونة بقول له انا عايز كومبليت اكيونيست، روح معلم على دي واقول له نكست نكست. كمان هيقول لي هي عندك على الجهاز عايز تعملها تاني، اقول له يس نكست. اقول له ان انا هرستر بعدين، هرستر الكمبيوتر بعدين. اجي اخر خطوة بقى بالنسبة لي اللي هي بتاعة الكراك، يعني اول حاجة اكيو مارك اكيو نيست. هاجي اختار كي جيربر، ده مفتاح التشغيل او التعريف بتاع الجيربر، ده مهمة جدا لان دي اللي بتاكتف البرنامج على الجهاز. اول حاجة عندي الصفحة البيضاء دي اللي فيها الكراك نفسه، اضغط عليها هيظهر لي اهو الكراك بتاعي، اروح معالم دي بالازرق واخد منها كوبي، واجي افتح الايقونه اللي هي كي جارمنت دي، اقول له اي اجري، هيطلب مني الكراك اللي انا خدت منه كوبي اهو، واقول له انستول. لحد الاخر خالص يعني لحد ما يخلص تسطيب، بعد كده هيطلب مني ان انا ارستر الكمبيوتر عشان يبقى البرنامج اكتيف ويبدأ يشتغل معايا بشكل سليم. طبعا اثناء انا عشان مسطب بس البرنامج قبل كده، اثناء اللي هيجيب لي بقى الرسائل، الاصوات اللي حضراتكم بتسمعوها دي يقول لي يعني انت عايز انستول بكل الظروف دي، هقول له اوكي انستول بكل الظروف دي، يجيبها لي تاني مره اقول له اوكي. طبعا انا مش هرستر دلوقتي، انا هقفل التصوير بتاع البرنامج. كده احنا عرفنا بيتسطب ازاي بسهوله، والبرنامج سهل جدا وحلو جدا، وان شاء الله ربنا ينفعكم بيه يا رب ويبقى وشي حلو عليكم باذن الله.